دعا غبطة البطريرك بيربتي سبت سبالة بطريرك القدس للاتين المؤمنين إلى الاقتداء بالقديسين والسير على خطاهم. جاء ذلك خلال ترأسه لقداس أقيم في كنيسة مار شربل ببيت لحم بمناسبة عيد شفيع الرعية. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة شاركت في القداس وأعدت التقرير التالي. أقيم قداس احتفالي في كنيسة مار شربل في بيت لحم بمناسبة عيد القديس شربل. ترأسه غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين بمشاركة المطران بولس ماركوتسو ورئيس الدير الأب يعقوب عيد والأب أنطون دويهي الوكيل البطريركي الماروني في القدس ولفيف من الكهنة والراهبات والجوقة التي أحيت القداس والوجهاء والمؤمنين. وفي عظة القداس التي رحب من خلالها غبطة البطريرك بالمؤمنين والحث على المواظبة على الصلاة لكي نستطيع أن نحذو حذو القديسين ونسير على خطاهم ونكون على أمثالهم في حياتنا. فالقديس شربل عاش الفقر والطاعة والتنسك كما وعاش الإنجيل المقدس. وقدم التهاني للجميع ومن يحمل اسم القديس شربل. مار شربل is very popular everywhere in all the world, especially here in Palestine in Bethlehem, and it's very beautiful to see how through مار شربل, despite all the problems, we as Christians can make family and community. So we are thankful to him, pray to him to intercede for the peace here in Bethlehem and for the peace in our families. فرحتنا كبيرة. لأنه هالقديس العظيم انطلق من لبنان وصل للعالم كله وبعده لغاية اليوم يوميا يجري عجيبة أو أكثر، وإذا فينا نقول بطريقة صحيحة الله يجري بشفاعته عجيب كتير. نحن منعرف قد ربنا أعطانا نعم كتير، هو اللي قال إنه قادر يعمل عجيب وكل من يؤمن به يستطيع أن يعمل عجيب على مثاله. فمار شربل آمن بيسوع وحاول يختفي بحياته عن هالعالم، إنما ربنا أراد أنه يظهره للعالم كله، لأنه مثل ما قال يسوع: من وضع نفسه يرفع ومن رفع نفسه يوضع. ومار شربل وضع نفسه إلى النهاية، أراد أنه ينمحي بحياة المحبسي، فربنا ظهر من خلاله، أظهروا أنه هو حقيقة قادر يعمل كل المستحيل. وفي نهاية القداس تم إعطاء البركة وصلاة الزياح والترتيل من قبل جوقة الكنيسة. وبعد انتهاء القداس تقبل غبطة البطريرك والكهنة التهاني في قاعة الكنيسة، كما تم أخذ الصور التذكارية مع المؤمنين. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة مار شربل بيت لحم.